إبراهيم. تبقى أخطار الحرب قائمة حتى وإن انتهى القتال. الألغام مثلاً أكثر مخلفات الحرب تهديداً وعلى المدى البعيد. خطر كهذا كان لعامر الزريقي دافعاً لابتكار روبوت مصغر لكشف الألغام في مدينة تعز. عامر طالب في جامعة تعز، انقطع عن الدراسة كباقي الطلاب بسبب الحرب، لكنه عندما عاد وجد كليته ركاماً مليئاً بالألغام والمخلفات المتفجرة، ومن هنا بدأت الفكرة. فأول ما افتتحت الجامعة وهيئت إنه ندرس فيها، أكيد لاحظنا دمار هائل بالجامعة، إضافة إلى وجود عدة ألغام كان محيطين بالجامعة بشكل كامل. فإحنا طبعاً تخصصنا إحنا كان هندسة ميكاترونكس وريبوتكس، حاولنا نستعين بالقسم حقنا هذا التخصص بعد الدراسة 5 سنين. غياب القطع وشح الإمكانات هما الحاجز أمام تطوير هذا الاختراع، والدعم هو كل ما يحتاجه الزريقي لتنفيذه على الأرض. طبعاً استغرق مننا ما يقارب عام ونصف، واجهنا فيها عدة صعوبات من حيث عدم توفر القطاع، ففي بعض القطاع طلبناها طبعاً من الصين وجلسنا ننتظرها ما يقارب 3 أشهر، إضافة إلى بعض القطاع من بعض المحافظات اليمنية، وطلب مننا جهد وايضا مال. نحن نطالب سواء من الجهات المسؤوله في انتزاع الالغام او المنظمات حقوق الانسان انه تحاول تدعم نحن بشكل حقيقي لكي ننفذ حقنا الروبوت على ارض الواقع، اضافه الى امكانيه تطويره. لحد الان طبعا لم نواجه اي التفات او اي دعم حقيقي رغم مرور ما يقارب 6 أشهر على انجاز المشروع حقنا. المشروع وبالرغم من انه جهد فردي إلا أنه أنتج بتقنيات متقدمة وفرت الكثير من الميزات التي تفتقدها أساليب نزع الألغام التقليدية، أهمها تجنيب العاملين في نزع الألغام خطر انفجارها. الميزة الجديدة بالمشروع حقنا والروبوت أنه يعتبر مشروع متكامل يحيد لك الإنسان من أي تدخل سواء في التشغيل الأولي الستارتينج، بعد ذلك الروبوت يعمل عملية الفحص والاكتشاف وضع علامة على مكان اللوم. الألغام تهديد حقيقي يجب عدم تجاهله، ومحاولة كهذه تضمن تقليل الكلفة البشرية لها، فهل ستلقى تمويلاً يترجم الآمال إلى واقع؟